هذا الدين عاجا كوارك تو ولا الكا يو اللي جورع يا رد وحبو قبان كرين ولا الكا يو جوان تنام اللي جريد يو عيد بوا هذا يعني ولا الكا يو الكا نفط كسيب حيسو اللي تا دمر يا عفور اللي جورع يا الله برين يا بام كنا عيا مساكين ميل تبان وحال دوني اللي جوبيو ما مشكلة إلهي وارك يا سبحانه وتعالى نبي محمد بان نولا يدو السحابة دي سلغودنا عطوميا أسانو مركا أودين سمبدأ كما تنازلين ما كوچوغا يدو بلال ين انت عدا يد الله دقنك حندوشا لغا سارة استاها ما انت دوني دالله يسوكو تورچر غرأيو ايه لو تورچر غرأيني انت عدا يد الله دقابا دقا حلامت لغا سارة يو لتمي انت هقان لغو حدابا عرور يرير لو دي بيو اي بغالة دا مكا كولا سوريغا يي نبي محمد نوان نولا يو اچوغي صحابة دي رقوا وين وقالوا كم إذا ما تشوفي نبت إيا كديت كمرقي رقا بركا صوع عبطي حديث كبخاري محو شيغي نبت إيا كديت كمرقي لقا صوع عوضي أيها وحلاي خباب بن الأرات النبي قانو إمي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة وهو في ذل الكعبة هوس كعبة إساقو شقي الله استوى الكاتشي فبانو إمي بولي النبي عليه الصلاة والسلام مركز سامحان نبود وقد لقينا من المشركين شدة يضع نكرك كل نبود نمك قال نبضنا نقف صدين فقلت وحان نبود يا رسول الله ألا تدعو الله وفي بعض الرواية لا تستنصر لنا إلهي الرسول كسي يوم مادي إلهي نوم بريد طلوحنا هاستكديد معي سحابي كان يوحو كعباد إياها وح كديد ميشي كتاقن عدو عبنا يا نوى نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد قضية دا سيسدو حللي وحكو حللي إنو بردتك تاريخ دا وار بلايا ما أنت كو ما هبو النبي قولي تاريخ دا برتبو النبي قولي عليه الصلاة والسلام اقرأوا التاريخ دوني دا وحي كسو دعي يسيد الرقو سو تشبي يسيد الرقو سو قولي استي يوحى اسبدلي وار تاريخ دا برتبو النبي قولي عليه الصلاة والسلام سيد الدرادة سحابي كمو حكو يدي النبي فقعد وهو محمر وجهه وصفر استنبه إسيقو وچو عصادي وعريسا فقال وحو نبه عليه الصلاة والسلام لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه وكو إذنك إذنك ريب نبه عليه الصلاة والسلام لقد كان من قبلكم اللام المواطاة للقسم وقدر حرف التحقيق النبي استمع والله ما كنا أرتي حقيقة وحاهب النبي قليه كوي إيدين كإيدين كوه الرئيقار كمدة أي فرقية تبرعة دير كأي لفتة لفتة أي هلب كاللغو كالساري واللغو يعني تورشر لغو سمينين بره لغاقا قرو هلب كوالله فهل لموشيو ما يصرفه ذلك عن دينه وحاصر دم الدين تيسا كما يعلن ابن النبي عليه الصلاة والسلام ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وحد عيسى ابن النبي عليه الصلاة والسلام مد إن تقود الله غدا لقرده مشارة الله لقرده هكسو مشارة عادية الله لقرده انت مضح لك صار إلا مشارة يوه ولا بل لوك لو غوي ابو النبي يقول يقف بنا ادم قياسه انت قال كان مشار لغا ساري لبا لغا دغيو ولا بل لوك لو غوي ابو النبي يقول فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه ارك اسد دينتي سكما يعلن ابو النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت ما يخاف إلا الله وفي بعض الروايات ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه وفي بعض الروايات ولكنكم تستعجلون نبي حلي عليه الصلاة والسلام تاريخ الدراسية أبو لي صحابي قالوا يما عبانية ورهل قمدي إنك إذن كهر ريب نبي لي دد باين تلقبته لفت يهلبك بر لغو كلا سارة يو لغو فغي إلا إيا لفو صابحا يا وردت كي دينكو هرية دبا انتا لقبتبو نبغو لي لمي شارين يو لبن لو كلاقوين اي وحا صو تورجر يكو دعي وحا صو دمي دات كان مبادئ دو دا كما يفوچين اي دين تو دا يهيسان اي شدا وغيد بو نبغو لي
إلهي ما كنت أرتي إلهي دين تتنور لما يستري دونا إلهي قفك الراكب كهي وكلا صعود الصنعي حضر موت إسقو أن عدنا وكم بقينا نألم مويانا سبحانه وتعالى إيه إنو ييغا كعش دا أرغي سمو يعني ولكنكم تستعجلون وحن نبي محمد لي عليه الصلاة والسلام لغون نقوي إيدنكو وهدك دقي سامبو النبي قولي إيدنك هدك دقي دن هيا إيدنك هدك دقي دن هيا إلا هاي دي دك 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 مدد دكيا وأكو ويهي هرو وقرقار لما يداه وأكو عوضا يا موطا برها اللغوفة يا موطا قوانتان أما لغو قرأي مركي بنسر وارواينا نقطة دد نصرغا اوعن تماين لسيو وهنات بسلاطا نقون كرتا قفكي بني آدم كهقامين كاري لها وهنات نقطة قفكي دكا واضي كارا وهنات نقطة قفكي مبدأ كان ضاعدة كان نقون كاري لها وهنات قادة حد لغوب بسلية مسؤوليات كإنتان لغا عالمي قاد قادي كرتو مسؤوليات دي توا مسؤولية عالمية وعدي ماها ومسؤولية عالمية والله الربا أمد إن له قاميو ولا سيدي كارو سيدا أوغيت جيري إيا بي أمبالس كلفتي إيا والله إنتي إيا ضدمن نولا إيا وحبا عيدي هيلين ميسو إلهي باوحين إليه سبحانه وتعالى ورهرتين تاريخ با دوني دا تكتيبا إلهي إليه سنن أيا داريري إلو كمرو تاريخ دا دراسي يبا إلهي إليه داد كيدين كهر ريي قابكي وحقبتين أركا iyey kuwi qooqay kibriya alle beeniye cilibtooda waxay ku dambeysay ayan kan taariikhda imisa quraanka ka waramaya imisa qoomo la halaaga ilaahay quraanka waramaya imisa qoomo jabeeyba ka waramaya kadaal quraanku imisu nabi la dilay ka waramaya fariqan taqtulun ilaahay quraanka wuxuu tilmaamay yarar ban israayil leey nabiyadi badna waa beenise badna waa balayse baladi imisa nabi la dilay nabi ya maciid ilaahay ka jiceliye ba jira دبر بالا لا يعرور بالا لا يوا طبعا وضد مسلمين ولا ظلمي ولا لا ي لكن دقدقتي ان الهي كوما دقدقو الهي سنن بو دجيه لوغو تلا غلاي نولوشو اني راعدو انغا او باهن اني سنن كاسي قواعد نولوشا اني نفهمنو دبتنا الهي وحين الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا ورهل لي دنينو حجابينا با الهي لي والله يغ خوق بطه كو جابي هنم مرغونين وحد دعيها كم مرغونين با إلهي لي وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إنكم با عاقبة ضدن بي لن دروق عن سرين إياه هذا مؤمن تهم با إلهي لي سبحانه وتعالى متك لنا إلهي وين روش يقوح لي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله هدي اللي دين دبي هدا يما مبر واقسنا با إلهي لي يدبت وسوك ده إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله هدي إذن كان لبيدين على الشيء إيه كان لبتواها لشابا إلهي لي وتلك الأيام نداولها بين الناس وما المبا إلهي لي يددك أن أكل وروريتيه أكل بدله لكن بدلك سبب لي سيدة درادد إلهي وحليه سبحانه وتعالى إلهي وحل ربائن كوين مؤمن كنبطة أموتيه منافقين تأيه قال الراعي بلي باسكنين يددك ومقضى marka nabada dadku waa wada muslim masajidka la wada jooga waa ka kan laakiin dibta iyo mushkiladu markay dhacdo ayaa waxa soo kala baxa dadka iyo quality-goodi iyo macaadinta ay ka kala sameeyseen waxa soo baxa muuminka nabta waxa soo baxa gaalka nabta waxa soo baxa mujrimka nabta waxa soo baxa munaafiqa nabta waxa soo baxa kamaadiga xoola raacuna dhuri qaata waxa soo baxa noociyad badan aanad marba barateen ayaad baladu markay dhacdo baranaysaa baa ilaahay yiri iyo qaar idinka idinka mid ay shahiid laga dhigo manzila sare la gaarsiiyo waxa kala soo baxa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala mushaakil ka ruuday gaalada qaar baa laftooda la rabaa boosas naareedo waaweyn oo ilaahay inay buuxsadaan dambiga inama numli lahum liyazdadu ithma qaar man dib ugu dhigayaaba ilaahay leeyahay inay dambiga badsadaan oo iyana heer sare oo naareed lala rabaa inay galaan ee idinku ha u malaynina ba ilaahay ilaa ma xasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'lam illahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin idan dib tabadan iyo mashaakil ka badani waynaani ina illaw sinin in sunan nolosha kamidi jiro sunanka ay kamid tahay wala yumahhisallahu alladhina amaru wa yamhaqal kafirin in alla rabo inu imtixamo
dadka muuminiinta oo soo kala saaro dahabka marka la soo qado fiicnidiisa iyo wanaaggiisa wuxuunbu soo baxaa marka la dhalaaliyo dandab la saarin oo la dhalaalin qashinku kama hadho fitanka iyo mashaakilku waa la ysku dhalaalinayaa qashinkaa la reebaya waliyumaxisa maa fii quluubikum baa ilaahay leeyihi waxa qalbiyadiinna ku jira la itixaamaya liyamiisa allahu alkhabiita min atayib kuwiina xunxun iyo kuwiina wanaagsan baa la kala saaraya waxaad ogaataa ummaddu imisay cilal ku jira imisaa dad dukhalo oo soo galay oo kale ku jira imisaa kudaafad iyo xumo dhex yaalla waxaan baa la kala nadiifinaya waxaana lagu kala nadiifiyaa mushkilaadka iyo dhibta tan idan waxaynu u baahannay inaynu daraasayno sunanka oo si fiican u fahamno waxaynu u baahannay inaynu garanno waxaynu u baahannay koow inaynan quusanin nolosha lagama quusto muxaawalaadku inaanay istaagin wanaag in la raadiya inay laabud noqoto laba waxaan ka hadlayaa inugu adkaynaya inaynu mabaadi'da islaamiga ku sugnaano mahma kaanat idhuruuf si kastoo dhibtu u badato mashaakilku u bato si kastoo caalamkao dhammi uga soo hor jeesto haddana waa caqiide iyo diin iyo mabda'i ilaahay soo dejiyay inaan ku dheganaano oo naftu inagaga baxdo saddex waxaan tilmaamayaa noloshu waa halgan halgankuna wuxuu u baahan yahay dhib iyo mashaqo iyo mushkilad baa imanaysa in la sabro oo la adkaysto oo la dulqaato waan lagu talagelin in xalwad laysku siinayo meesha in dhiig iyo dhibiba ka iman karto qofku inuu isku dayo mashkilaadka inuu u sabro afar waxaan isku dayayaa inaynu eegno arrintaa xusnu dhanni billaah aw siqati billaah ilaahay inaynu kalsooni ku qabno oo mahma gaal isu tago ama colaad la abuuro ama cidi isu tagto ilaahay haddaad kalsooni ku qabto inaan lagaa guulaysanaynin raabican waxaan isku dayayaa inaynu eegno taariikhda bini aadamkae soo jireenka inaynu ka faa'iidaysanno waa la jabi jiray inagamaha kuwa ugu horreeya jabay dowladaa baabi'i jiray mahateenna tii ugu horreysay baaba'day umam baa la layn jiray banihin kuwii ugu horreeya la laayay taariikhda inaan dib u milicsanno oo eegno si aynu ugaga faa'iidaysanno nolosheenna soo socota gaar ahaan taariikhdii islaamiga ahayd shan ama selix alcamal da'uub shaqo joogta ah inaan la nimaadno oo aan wax la qabto qadaayadkaasi waxaan u arkayaa inay yihiin aamaasheennu waxay ku salaysan tahay waqtiga hazaa'imtu dhacdo dadku ay jabaan ama dhibtu qabsato ama mashaakilaadku qabsado oohinta iyo baroortu wax ma tarto iyo waxan baa dhacay iyo waxan baa xumaaday iyo kan baa xumaaday nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ayaa la jebiyey dagaal dagaalada ka mid ah iyagoo dagaalkaa kii ka horreeyey jowlo fudud ay ahayd oo markiiba ay cagta mariyeen beder iyagoo yar oo tiro yar oo wax badan ahayn oo gaal oo dhan isu urursatay oo caynka ayaa ilaahay nasri degdega siiyo markiiba cagtay mariyeen iyagoo iska rumaysan ba ragga badhay isleeyin malaha haddaa gaalo isku soo baxdaan ma cagtaa marin doontaan ayaa kii labaad la galay intii hore way guulaysteen laakiin waxay u muuqatay in iyaga la jebiyey oo toddobaatan raggoodii ugu waaweynaaya la dilay waa dagaalkii uxud uxud waxaa dhacay dadkii munaafiqiintii inay iskaba noqdeen kun buu ciidanku hayo saddex boqoloo munaafiqiintii inay ka go-een in laba taa'ifo oo qabaa'ilka ka midii hadalkii iyo wixii la shaki geliya waa in taa'ifataani min yacni walaqad hama taa'ifa ilaahay wuxuu qur-aan ku tilmaamaya koox dadka ka mida inay ku hamiday inay dagaalkaba ka insixaabto ka baxdo waxaa kaloo muuqatay in dagaalkii qayba ka mida ay ku jabeen oo toddobaatan raggii ugu waaweynaa uu ka mid yahay ama degahlyanadoodii rasmiga ahaa ee xamse uu ka mid yahay lagu dilay waxaa ka muuqatay in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la garaacay ilka laga jejebiyey koofiyaddii madaxa ka gashay nabarro halisi ku dhaceen salaadii uu fadhiga ku tukaday oo uu kici kari waayey buurtii yarayda markii dambe uu baxayeen uu fuuliba kari waayo oo loo fadhiisto bale waxay gaadhay xad dabeetana dhawaqu uu yeedho
ليده ده النبي جيبه ولا تلي فلو حد قياس تعيد عند قال قال يا رجي وين أنا لا لاي ما كده منا لا يوري النبي جني الرسول كني بلا دلي يعني هذي ما كويني ما شرط مركا يعني إني يجيب كويني وحرب نفسية نين مركا أنا لقى قاعد سر يوري بدني شو قاعد هذا أنا ورق ويمي قرنا إياه هذيك واحد لقى بعيدا هذا تكو شرط قال لما يسانو ميل شوكتان oo inta la idin laayo marka dambe la yiraahdo madaxdiinina waaba la qabqabtay ma waa la laayay madaxdi ciidanka wada tabay gabigoodba waa la laayay la yiraahdo daciidankaasi wuu jabaa waanu baabaa halka waxay maraysaa saxaabadii oo la leeyay maaha madaxdi iyo wax weeyaan waa nabigi nabigiina iyo rasuulkiina la dii dabeetana hazima nafsiya dadkii ku dhacday qaar cararkii madiinay galeen wuxuu inta ka yaaceen bay orod ku galeen maxay madiina قالوا اسكفر فريسته تقال كيف اسكد داية ما لها اسكفر فريسته سعد من ربي وقت سحابي وقت يسوم ريا يضو عمر يو كوح ما لها اسكفر فرد دام كسيد ورم حما يشيك قبر يسانا ورم كسيدة هاي النبي قيل لدل والنبي قوح وقول انت ما يدو ما قول ما تام قولي يعني حد اي ما لها اسكفر ديانو دقال لم يكري وايان حد بدياعو حد يعني عيدا كيوح النقضي يضو مجتمعي وكال اللومي وضعك عينك سيبا إلهي قرآن سودك سبحانه وتعالى وقد يددك ورمي إلهي بأوحلي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إلهي بأوحلي سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والنبي محمد ميو يهيبا الى هيله سبحانه وتعالى الرسول هرتي الرسول لطغين موياني والهدي لديلو هدي ودنتو امسل لديلم يا تشبيسان با الى هيله سبحانه وتعالى مبادئ دينه وكف غيسان يعني وهلا تلمام يا قفك مسلم كاي هدي عيدك يسو بابو هدي مدى حديث الله لايو هدي ودى كي سدومو هدي دولة نمادي سالك حوق بطو إن أنو مبادئ دي سكافو قينين دولة دي مالك سوكي سيدا النبي قاد رمي سنتي هدي اللي دلما إله إله سبحانه وتعالى نبي محمد وان نبي قاد رمي سنتين هدو دلتو أمسل لدلو إلهي وحلي سبحانه وتعالى انقلبتم على عقابكم مقمد دينك الله ميسان مدبا وعرر ميسان ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا عدي قمديس كلا بطبع إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحبني بما أيه حبيه لكريم ما أيه وسيجزي الله الشاكرين كو سيهو أدك يستأدر رئي وحسكن عيا مبادئ دو كل الجنادة إلهي سبحانه وتعالى كواسي وهو أبا القذي أبا لله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين إلا يقول لي النف والبوح يقول أيسا واختي قيديو أما النبي هالنغضة أما الرسول هالنغضة أما النوين هالنغضة أما ملح النغضة أما قائد هالنغضة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ورنفول بكتاب كيد مركو غادا باي كو عيسى باي الله اله سبحانه وتعالى انك ادون دون يونا وحبان مكاسين دار دون انك اخر دون يونا وانو كسين باي الله اله سبحانه وتعالى وسنجز الشاكرين ارنكم مركاسي وحلينا بريا قفك مؤمن كاي انو مبادئ ده كو دغنادو اينا انو مغعيه كو دغنانين لا محكمة سلامية ولا قائد مسلم ولا مدحتوية ولا دولة ولا كان قفك مؤمن كي وحقود دقاي مبدأ أس مبدأ أس انتو هرقل ينا قرقر كو هستا دات كونا وقيريون ينن صرا ينن هوسبا النبي ألا لاي نبيه أي ألا لاي إذا وحالا ينا برا ينا ينا هزا إمتا أقبل إنا ينا نسليب إنا ينا نقوصن حتى النبي وحضور دنتو لولا غاقا هذا يما لغا قبصدا يتادا حتى هدي نبي قات رميسانتا يودنتا مثل لديلو انا نقفك مسلم كي سديبن دك الدعاء دا وح لوغا باهي مركا ان يدك الدكيا بلا يك ورق هنا ضافته هكا لوجب يا هكا ليس يريد وحاس ورماها
وركو وحويان دجال مركو صابحه إلهي وحد النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث الترمذي ابن ماجه ورنا ينس شيخ الباني وصحيح كنت المام يا عباد الله اثبتوا ورك الداعي قوكا هذا ما إلهي وصقمة والدجال أكبر فتنة عالم كإيمان دونتا أهي دتك إلهي الرمي السلام مركي اللي قلنا وقال لي دجال ما صابح وحيران دونات يا عباد الله اثبتوا أما مريكا هالنغضو أما متكير هالنغضو أما بلدو انت دونتا هالكاتو قفك مؤمن كواح اللي قبهين وإلهي يا عباد الله اثبتوا إلهي أدومه سيا وصقمة والتاريخ إلهينا برهيو نعضضة تاني أحدي وحي ونعضي إنين وحكا برنو وضب إلهيكو وجعل أيو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كواحن يكون عيا ومجتمع كويل وقوينا وجيل الصحابة ونبتن يكديت كانوا ما انتظن هستي قرآن كان يكسر الدقية وجيل كي كنتم خير أمة أخرجت للناس إلهي لي وحتى انبتكو وخير بدنا إلهي دتك وصادر وصو صار هذا الجيل هدي صور كاري وكنا عيو إنك وين إنو نغطى الدرس لابتين بالله ريوسوغا بشارو 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 هدي سفر لو قل جري برشد القرآنك حتى وحاد كو برانيسا قرآنك إيو علوم تشريع هذا هديكو أوجوه قريكاك إيو قوب تعد شقو دوكسيغا أولاينكا إيو برشد القرآنك كريمك إيو شريع هذا إسلامك دروس تأو سيدة تحانها أوليو وحاكمي ذا برشد القرآنك كريمك إيو هيقادة علوم تشريع هذا إسلامك تربية دا أولادة إيو لقد عربيغا هذا باس خورست واي سعطا هلا نهروا قاعد وحفا فاهينا كل حريد نبرا ذا شعشة دكاقة مقطع هموغاني دوكسيقا أولاين كبرشاد القرآن الكريم كان يعلوم تشريعات إدار الهجرة